عن جمالها، عن الرضا اللي في قلبها، عن تصالحها مع نفسها، عن انها قالت رأيها كله وما ضايقتش حد بكلمة، عن الأدب والرقي والشياكة. عايدة فهمي، بعتولي كل رسائلكو على البيج برنامج باسم نهال طاير على الفيسبوك، دي البيج بتاعتي. لسه عندي 2 سترايك، عملوا لايكات كتير عشان 2 سترايك دول يروحوا. يلا بقى، او على الانستجرام، دي البيج بتاعتي. تأكدوا اي حد بيرد انا اللي برد، كل تعليقاتكو رهن الاهتمام، يعني موبايلاتي جنبي انا، ما فيش حد بياخد موبايلاتي، انا اللي برد عليها. في الحقيقه يمكن حياتنا بتبقى برنامج ده بقى حياتنا قوي. الفنانه الجميله ذكرت الفنان الله يرحمه اشرف عبد الغفور، كانت بتقول لك استاذنا رحمه الله عليه. فيمكن النهارده الحلقه تتعرض واحنا ما كناش نعرف اي حاجه، بتجيب سيره ريهام عبد الغفور وتقول ان هي طاقه فنيه كبيره النهارده. طبعا اكيد الفنانه ريهام عبد الغفور في مكانه فنيه مهمه. هو البرنامج سايقنا واخدنا لانه جوه المجتمع قوي. ساعات بنبقى احنا عايزين نبقى حلوين مش قاصدين نبقى وحشين، ولكن بتخرج مننا شوية حاجات بتبوظ الجمال ده. ربنا سبحانه وتعالى خد بايدينا في حاجات كتير وحطلنا المنهج اللي نمشي عليه. بلاش نضل، مش عايزين نضل. نورني يا مولانا، ربنا يبارك في حضرتك. موت الفجأة بقى كتير، صحيح، ويمكن شباب كمان فجأة بنبقى قاعدين على الفيسبوك نلاقي مكتوب نعي لشاب ما يزيدش عمره عن 25 30 35. يعني نعمل ايه؟ الموت، الموت مش محتاج لأسباب، ونعم بالله، لأنه الذي خلق الأسباب هو الله، ونعم بالله، وخالق السبب لا يستعين به. يعني المرض سبب من أسباب الموت، الحوادث سبب من أسباب الموت، السقوط من أعلى سبب من أسباب الموت، كل دي ربنا سبحانه وتعالى اللي أوجدها. طب مين بقى اللي خلق الموت؟ ربنا سبحانه وتعالى. هو الموت مخلوق؟ نعم الموت مخلوق زي الحياة ما مخلوقة. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. الذي خلق الموت والحياة. والملاحظ هنا ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الخلق الموت قبل الحياة، مع اننا نحيا اولا ثم بعد ذلك نموت. فيها ملاحظة غاية في الدقة وغاية في الروعة. يعني يا ابن آدم احذر واعمل طيبا واعمل صالحا، فإني ما خلقتك إلا لتموت. أين ذهب الأولون وأين ذهب الآخرون وأين الآباء والأجداد والأقدمون، بل أين الأنبياء والمرسلون؟ كلهم إلى الموت. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. 3 قرارات خطيرة في الموت، كلهم كلية موجبة، يعني قضية مخلصة نفسها. كل من عليها فان، يبقى في حد هيتنه؟ ما حدش هيتنه. كل نفس ذائقة الموت، كل الأنفس هتموت، في حد مش أنفس؟ لا هيموت. طيب لما يجي بقى تتكلم على الشجر والحجر والماء والنار والحاجات دي، قال لك كل شيء هالك إلا وجهه. يبقى لن يبقى أحد ولن يخلد أحد، ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. ساعات بنجاهد نفسنا في حاجات كتير، يعني لما نيجي نربي ولادنا عايز وعايز وعايز، أصل صاحبتي معايا، أصل بنت خالته عندها، أصل فلانة جارتنا جابت، أصل. فاحنا بنرد نقول مالكوش دعوة بالناس، ما تبصوش على حياة غيركم، ركزوا في حياتكم، احنا مش شبه بعض. ده بنجتهد فيه، ولما بنكبر ما
ممكن نبص غصب عننا، ممكن نستكتر حاجة على حد واحنا مش قاصدين، ممكن نغير منه لأنه حد ناجح ومشهور ومش عارف ايه، محبوب، جوزها بيحبها، ولادها تحت طحة. انت كمان جوزها ما يقولهاش لأ، مراته يعني بسم الله ما شاء الله عليها عايشه له، بس انت عارف ده بسم الله ما شاء الله، ولادها كلهم بسم الله ما شاء الله شايلينها من على الارض، شيل 5 رجاله بس شايلين امهم في عينيهم، لا عندها بقى حرب السلايف ولا الكلام الفاضي ده. بنقول ده ساعات واحنا مش قاصدين. هو انا الحياة لو مشينا فيها على المنهج اللي حضرتك دايما بتقولي، ربنا حط لنا منهج دستور، وكمان ربنا سبحانه وتعالى ارسل لنا سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام عشان يكمل المنهج القرآني بالمنهج النبوي. طيب النبي عليه الصلاة والسلام في الحتة دي بالذات قال ايه؟ لا تنظر لمن هو اعلى منك فتسخط، وانظر لمن هو دونك فترضى. الله، لانه هنا في فرق، يعني لما نبص على واحد في الوقت اللي احنا فيه ده متكتك ونايم في الشارع نقول اللهم لك الحمد على نعمة البيت. هي كده، هي كده. لما نبص على في المستشفيات على يا حبايبي الناس اللي بتغسل كلى، ولا اللي واقفة مستنية دور عملية، ولا حد بيجرب امه، ولا حد بيجرب ابنه، نقول اللهم لك الحمد احنا في نعم. صحيح صحيح حضرتك، ربنا يبارك فيكي. دايما اقول للواحد اللي هو عينه اتعورت، انظر لمن هو بدون عينيه، ولمن بترت ساقه لا تحزن، وانظر لمن فقد قدميه، والذي يمرض اسبوع زر المستشفيات وزر اصحاب الاسره البيضاء الذين لا ينامون بل من الألم وكثرته لا يتذوقون طعم الحياة. الله. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. تعالوا نطلع نستقبل أول تقرير معانا ونرجع ليكم مرة تانية، ابقوا معنا. كتر حسناتكم ويهنيكم في الدنيا، بلد رجل ناس اللي ريكم من عين الله. انا بستغرب والله العظيم، انا بستغرب لما اكون ست الحاجه الكبيره تقول كلام قاله النبي عليه الصلاه والسلام، من سقى مسلما على ظمأ رواه الله من الرحيق المختوم. يعني اللي يسقي ربنا هيسقيه، بتقول ربنا يبل رئكم زي ما بليتوا رئنا. يا ربنا يخليكم ويبارك لي فيكم ويجعلكم مستورين ويجعلكم في الخير على طول، ويسترها معاكم يا رب. ان شاء الله هنجيلكوا تاني ونعمل لكم اللي انتوا عاوزينه كله. يصلح ربنا يحوش ما عنه المرض بجاه النبي، يصلح حاله، يصلح حاله بجاه النبي، يخلف عليها ربنا، يخلف عليها ربنا. غتونا والله، غتونا بالشويه الميه دول مش اما نلقى المي، والله قسما بالله ما نلقى الميه في الصبح مش اما نلقى بكم ميه ابدا. والله يصلح حالكم ووفقكم كلكم مع بعضيكم. بفضل وكرم ونعمه من عند ربنا عملنا بير باسم الحاجه والحاجه، وعشمانين في وجه الله ان الناس تساهم بتعمل بير زي دوا. فنتمنى ان من الناس اللي سمعانا وشايفانا تساهم حتى في انها تعمل بير زي دوا لوجه الله تعالى، وهيلاقوا والله حسنات، وهيلاقوا الكلام ده في دنيتهم قبل اخرتهم ان شاء الله. ربنا يعود على الناس كلها. كل كلمة بتحكى، كل كلمة بابتسامة، وبيقول الحمد لله ان ربنا قبل صداقتي في عند ناس كانوا محتاجين الحكاية دي. اللي عاوز ربنا سبحانه وتعالى يغفر ذنبه يتصدق بالمية، اللي عاوز ربنا يستر عيبه يتصدق بالمية، اللي عاوز ربنا يكشف كربه يتصدق بالمية، اللي عاوز ربنا سبحانه وتعالى يرفع درجات الميتين بتوعه برضه فليتصدق بالماء. جزا الله الحاج أمجد خير. والله العظيم المية مسكرة، والله كتر ألف خير، والله يجعلها في ميزان حسناتكم.
كنا عم متطيبين والله، كنا ما نمنا من شحطتين من كل حته، ما نقعد بالثلاث ايام والله العظيم ما عندناش امان، محرومون والله العظيم من الماء والله، كتر الف خير. يا بخته ويا حظه ويا سعده اللي كل الدعاوى الحلوه دي من نصيبه. الحاجه الصغيره دي، الحاجه الصغيره واللي قلبها جميل ده، اللي قلبها زي الخص الاخضر ده، الدعوه بتاعتها ربنا سبحانه وتعالى بياخدها. صغيره الحجم يعني. الحاجه دي ربنا سبحانه وتعالى مستني دعوتها، مستني دعوتها فعلا عشان يستجيب ليها، لان الست دي الدنيا ظلمتها، مش لاقيه ميه. طب دي من 80 سنه دول ده جاي لسه من السفر، قالوا لي كان معاك متبرعين، لما بيسمعوا الكلام الحلو ده ايه ده ده الحاج امجد العارف ده، وكان معاه الست زوجته الست فاطمه والحاج محمد العارف برضه، ناس ايه ده يعني، رايحين كانوا بيقولوا يا رب النهارده ما يخلصش، رغم ان يمكن مئات الكيلومترات اللي احنا ماشيينها، لكن هم عندهم قناعه بان هم عاوزين ييجوا بنفسهم يشوفوا فرحه البير وهي في عيون الناس. ولما يجي الراجل التاني وبيقول لك والله عم نلقى الميه الصبح ده مهمه جدا، يعني هو ليه قال الصبح؟ يعني انا صابح على فيض الكريم على الصبح، لازم يكون عندي ميتي، لازم اتوضى، ولازم مش عارف ابدا يومي واشوف حالي واطلع عشان اقوم اعمل حاجه. هو ده بقى لما الميه بتقطع عندنا ونقوم نلاقيها مش موجوده اول اليوم بنتقفل. ده هو بقى عاوز يصبح الصبحيه يدور على حد عنده ميه عشان يجيب جيركن عشان تصحى الحياه بتاعتهم. طيب لما الحياه دي كلها تتغير وحضرتك تجيب بير وتقول انا هعمل بير عند الناس دول عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا، يبقى انت من المختارين. يعني ايه من المختارين؟ انت من اللي ربنا اختارك. يعني ايه من اللي ربنا اختارك؟ ربنا رضي عنك وجعل الدنيا في ايدك، ما جعلهاش في قلبك، واول ما شفت حوجة الناس رحت دافع حق البير عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويغفر لك ذنبك ويستر عيبك ويفك كربك ويتقبل دعوتهم فيك، دعوة الست الجميلة خالة الحاجة وهي بتقول ربنا يسترهم زي ما سترونا. الفكرة دي مش علشان حاجة واحدة، لا علشان حاجات كتير قوي، وانا بتمسك بيها في البرنامج لحاجات كتير قوي. اولها ان احنا نرضى بكل حاجة حوالينا، تانيها ان كل ابن وابنة الاب وام توفاهم الله ما ينسهمش، ما ينفعش تنسى ابوك اللي مات، ما ينفعش تنسى امك اللي ماتت، ما ينفعش. لا لا. الجزء الثالث المهم ان احنا يبقى عندنا يقين في الله، يعني المتصدق محتاج الصدقه اكتر من المتصدق عليه، احنا نعمل ونرمي توكلنا على الله وبس. ربنا بيحاسب على المثقال ذره، على حاجه قد كده. فهو ده أساس الفقرة دي هنا، لا أكتر ولا أقل، نساعد الناس لأن ربنا سبحانه وتعالى مطلع علينا. مفيش ابن وابنة ينسوا أبوه أو أمهم اللي رحلوا، لأن أنا بشوف ده يا شيخ إبراهيم ظلم جدا. ظلم، وهو في أكتر من كده ظلم؟ معرفش، يعني في حد إداك كل ده وتعب وإيام، وإحنا كلنا أمهات قعدنا بولادنا لما تعبت يوم ما مشوا مشيناهم ووديناهم مدارس وطلع عينينا في الدنيا عشان يتربوا ويتعلموا، يمكن من ذاق عرف. فيمكن احنا عشان دقنا الامومه والحرص والخوف فاجي بعد كله اتنسي، صعب قوي. والله الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى كريم، هو قليل قوي الام بالذات تناسي، قليل الحمد لله. ده رد جميل الاب ده كبير قوي. بنتكلم عن الوالدين، جميل الاب ده ما يتردش، ما حدش يعرف يرد جميل ابوه. بنتكلم عن الوالدين. النهارده في المؤسسه جات لي واحده، بس هي طبعا سيده فاضله مصره جدا ان احنا خلاص هي اسمها ما يجيش خالص في الموضوع. حتى لما جات هي من تبقى فيعلخي من القليوبيه او من طنان القليوبيه، بس كفايه انا مش هقول حاجه
حاجه تاني اهو عشان ما تزعليش مني. هي عشان هي من طنان قليوبيه وبتقول لي انا خلاص اكتبه وفعل خير. قلت لها طيب نكتب اسم حضرتك اللي في الصعيد او في مطروح مش عارفين اسمك. قالت لي برضو انا عاوز حضرتك تكتب. قلت لها ايه رايك طب ما نكتب اسم المرحوم اللي هو زوجك المرحوم عليه رحمه الله ونقول وزوجته وابنائه. قالت لا خلاص اكتب اسم المرحوم واكتب وجميع اسرته ما تجيبش اسمي خالص في الموضوع. فهي الحمد لله المصريين جمال وبيحبوا قوي يردوا الجميل للناس اللي هم اتوفوا. جعل الله تعالى الصدقة في ميزان حسنات المرحوم وجميع أفراد أسرته اللهم أمين. كمان عندها ولدين وبنت. الولدين دول لما جم النهاردة واحد منهم وهو بيتكلم بيقول أبويا بيعمل أبويا عمل أمي ربتنا وكنا صغيرين. فالحمد لله البر موجود إنما القسوة ما بيجيش إلا من في الأيام دي من الولاد اللي هم الصغيرين اللي الدنيا خدتهم قوي وفاهمين إن هم طلعوا شطاني كده على جسر المشروع. يعني هو طالع فاهم كده إن هو جه لوحده كده وما حد إلا ليه أب ولا أم ولا حد تعب عشانه. عايز أخدك في موضوع صعب النهاردة. هو نصيبي بقى. رب يستر. هو نصيبي بقى يعني. ربنا يستر. ربنا يستر. ولكن ده حال الناس. انا اسكت ازاي؟ طب اقول اسكت ازاي؟ مش اللي اشوفه اقوله يعني. بستغرب جدا لما بلاقي اذى وقع على حد او بنت او شاب واجي ادور الاقي الاذى ده من قريب لي، من خاله، من خال، من عم، من دمك، من حد على اسمك. بستغربهم يعني. هي الغيرة والغل بين الاخوات. طب جات للعيال ازاي؟ ما هو كما تدين تدان. وده اللي بنحذر منه الكبار، نقول لهم خلي بالكوا لو انت بينك وبين اخوك حاجة حلها بعيد عن ولادك عشان اتحلت خير وبركه. ما تحلتش ما تورث كميه الحزن دي كلها لاولادك. لا انت تستنى هطلع اشوف التقرير ده وارجع، لان الموضوع ده انا عايزه حضرتك تقول كلمه ربنا فيه سبحانه وتعالى. ان شاء الله. ابقوا معنا. النهاردة خليك معانا في الحملة اللي أطلقتها مؤسسة فعل خير علشان تكون من الناس الذين سيسقيهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة. احنا هنا تجمع كبير والمطر هنا بتيجي بغزارة، بس المشكلة عندنا ما فيش أبار تتجمع فيها المياه. فاحنا من عاوزين من مؤسسة فعل خير توفر لنا أبار هنا بحيث منها تتجمع فيها المياه. هنا وفي هذا التجمع أطنان من مياه الشتاء لا تجد من يخزنها، لا تجد أحدا يستفيد بها. محتاجين في مدفع الخير نعمل آبار في هذه المنطقة لنروي الناس بعد عطش. هم يحتاجون منكم أن تنظروا إليهم نظرة قلب لا نظرة عين. محتاجين ميه ضروريه. يعني احنا زي ما تقول شطبنا ودرنا اللي علينا وما عاد ناقصتنا تشطيب دوره المياه ضروريا. جزاكم الله خيرا. مين اللي هيقول ده؟ حاجه بسيطه جدا. مين اللي هيقول تشطيب دوره المياه دي عليا؟ ان شاء الله رب العالمين وراها الخير كله. الراجل هيجي يتوضى ويخش يصلي ويدعي للي يسر عليه هذا الامر. المنطقه دي طبعا بعيده عن مرسى مطروح وعايزين بير ميه عشان نخزن فيه الميه ونشرب منه سنويا موسم للموسم. مشغول بايه؟ مشغول بحبايبي الحقيقه. اولادنا في المؤسسه بلغوني النهارده انه محطه حضرتك
باقي فيها سهم واحد. السهمين الباقيين خد فيهم الحاج ياسين سعفان ما شاء الله، وبيسلم على حضرتك جدا يعني، وعاوز تقابل بقى في الجنه انا وانت يا رب. اللهم امين. الحاج ياسين راجل من الناس المحترمين، اولادنا كمان. عندنا العميد حسن مصطفى ده يعني دايما يشجع مشاريع المؤسسه. عندنا كمان النهارده مش هنسى بقى المره دي العاملين بالاداره المركزيه لاداره وتنميه المواهب قطاع الموارد البشرية لدعمهم المستمر للمؤسسة. ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيهم كلهم، واقفين سندنا اللي انتوا عاوزينه قولوا لنا عليه واحنا معاكم. كمان الدعاء بالرحمة للحاج درويش عبد الفتاح ووالده المرحوم الحاج عبد الفتاح درويش، ربنا يبارك فيكم دايما، ودايما احنا مش هننساكم صدقونا، اذا لنا اي حاجة هنقول لكم عشان نقف مع بعض. مسجد محتاج ايه؟ وحد بيسأل هو المسجد ينفع انا اعمله صدقة ونور على روح والدي؟ المسجد ربنا سبحانه وتعالى قال انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاط بنى الله له قصرا في الجنة. فالمباني المشاركة في المسجد سواء كان سهم ب5000 جنيه، سواء هتجيب لنا حديد لسقف، سواء هتجيب لنا سيراميك لحمامات، سواء هتفرش لنا المسجد كله بالفرش، تعمل لنا المنبر، هو محتاج دورة المية كاملة عاوزة تشطب، موجودة على الشاشة دلوقتي، دورة المية كاملة عاوزة تشطيب، ومحتاجين له فرش كامل، ومحتاجين له أدوات صوتيات. وربنا سبحانه وتعالى يساعد كل الناس اللي تقدر تساعدنا، لأن الناس هناك في مطروح الحقيقة محتاجين كل حاجة عشان نقف جنبه. لما بيلاقوا بس بيشموا سهم فيه بكام؟ 5000 جنيه، سهم في المسجد ب 5000 جنيه، لو واحد النهارده قال السباكه بتاعت دورة المية كلها عليا، لو واحد قال السيراميك كله عليا، إن شاء الله رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه ويجعله في الصالحين بإذن الله. ولازم نعرف كلنا من يشارك في مسجد أو يبني مسجد أو يدفع سهما في مسجد يعي تماما أن الله تعالى سيجعل له هذا المسجد سفينة نجاة يوم القيامة. هرجع لموضوع حلقتي أنا وإنت. أب يقول لبنته يا بابا أنا مش مرتاحة وعايزة فركش، أنا عايزة أتطلق، أنت عايزة تشمتي خالاتك وعمامك فيا. هو إزاي الأهل بيبقوا كده؟ إحنا عارفين ان اهلك لا تهلك، وعارفين صلة الارحم، بس ربنا برضو بعدنا عن الاذى. هو ازاي خالة او عمة او عم، انا بكلم حضرتك في ده ليه؟ لانه بقى موجود، انا بيجي رسالة على البيج بتاعتي وانا بشوف بوستات على الفيسبوك، ما انا واحدة من المجتمع ده موجود، كل المشاكل بتجيلنا مش بالشكل ده في حتى في المساجد. ليه الخالة ما بقتش تطبطب على بنت اختها بجد اللي وقعت؟ او ليه الخاله ما بقتش تحن على ابن اختها بجد؟ ليه النفوس اللي باظت دي؟ طيب ليه العم كان الاول مثلا مجرد ما تعرف مشكله تكلمي عمك قبل باباك عشان هيبقى ايه؟ اهون شويه. صحيح. من اللي بابا ياخد الصدمه. فين ده؟ عايزه حضرتك تجاوبني. طب الجيل اللي جاي هيبقى عامل ازاي؟ عندنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له برك بأمك، فبيقول لأم ميتة، فلما قال له ألك خالة؟ قال له نعم. قال برها فبر الخالة بر بالأم. طب إذا كان ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تعالي حضرتك عندنا في الريف دايما يقولوا الخالة والدة، صح؟ يعني خالتك هي أمك، خالتك هي أمك. زمان برضو انا دايما اقول زمان، لان انا برضو ابن 70 سنة، دايما اقول زمان عشان ابين الغس من السمين، البضاعة النظيفة من البضاعة الرديئة. زمان عمري ما في واحد فينا، انا عمري ما قلت لعمي يا عمي، اقول له يابا، خالي يابا، الحج الكبير حتى في المسجد اقول له يابا الحج فلان، مش يا حج فلان ولا كده. فلما كنت تروح عند خالتك كنت تقعد وتحط دماغك على 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 رجلها وانت متاكد ان انت مع امك، صح؟ وكنت تقول لها انا عاوز اكل بقلبي جامد. انما النهارده والعياذ بالله من الحاجات اللي حصلت في المجتمع، اصبح الاخ فخ والعم غم
والخال من الخيرات خالي. الناس دي اتغيرت امتى؟ اذا كنت بتقول الكلام ده حضرتك على كل الفاميليا بتاعتك، يبقى انت فاضلك ايه؟ يبقى انت ما بقيلش ليك خير في نفسك، ولا خير في عمك، ولا خير في خالك. فاصبحت المشكله اللي بين الاهالي تشعلل قوي قوي قوي، بدل ما تتطفى بسرعه، ولذلك بصينا لقينا ان البنت لما بتنظلم تلاقي ابن عمها اول من ظلمها، تلاقي عمها اول من ضربها، تلاقي مش عارف خالتها اول من اتكلمت عليها. ليه كل ده؟ فهل عسيتم لو وصل في خالات تحط ايدها في ايد عدو ولاد اختها مثلا؟ يعني واحده اتطلقت تلاقي خاله بتود جوه طليق بنت اختها، انتوا بتعملوا ايه؟ لو ده 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 ده, ده مش صح. هو يعني انا بستغرب، يعني معرفش، انا معرفش. شفنا كلام ربنا، بيجي رسائل واحد طلق واحده، تلاقي خاله او عم تكلم طلقته. انت تبع الطرف، انت تبع الابن، انت ازاي انتوا بتعملوا ده؟ فين الحياة ده، ولا ده اسمه ايه؟ لو شفنا ربنا هو حل الموضوع ده، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ فساد في الارض مش معناها بس ان انا امسك مطوه، ولا معناها بس ان انا اشتم فلان. تقطيع الرحم فساد في الارض، لانه تقطيع الموده بين القرايب. يعني انت نعمل ايه في الغل ده؟ نتصدق؟ يعني انا واحده وصلني غل فلانه، حقد فلان، ما في مبررات. يعني في حاجات لا تبرر الا بالغل والحقد. هو خلاص، هي محدش يعمل حركات دي غير حد غيران، حد مغلول، حد حاقد على حياتك، حد باصص في دنيتك. نتصدق عشان يعني نساعدهم. برضو بالبسيط. العطاء سبب من خروج الناس من محن كثيرة جدا جدا حطوا نفسهم فيها من غير ما يحسوا. لانه في فرق بين غبطة وبين حقد وحسد. الغبطة ان انا ابص لحضرتك وبقول ربنا يديها ويزيدها ويديني زيها، صح؟ دي الغبطة. لكن الحسد ايه اللي فيه ابراهيم ده؟ ربنا سبحانه وتعالى والله ما يستاهل، انكار، والله ما يستاهل، ده انا اللي استاهل، والله ما يستاهل، انا اللي استاهل. وانت بتعدل على ربنا، استغفر الله. وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر. الله، تعالوا ناخد تقريرنا الجاي ونرجع لكم مره ثانيه، ابقوا معانا. سقيا الماء يغفر الله بها الذنوب، يستر الله بها العيوب، يكشف الله بها الكروب. الله سبحانه وتعالى إذا أردت أن يشفي الله تعالى مرضك فاسق الماء، إذا أردت أن ييسر الله أمرك فاسق الماء. يا أهل الخير يا أهل الثواب، أنا راجل دراع وجعني وعندي 9 من الأولاد، وعندي بنت جوزها متوفى ومتربيها معايا، فأنا مش قادر أدخل عداد مية وتعبان، الحالة ما تسمحش. في اللي ساعدني في هذا الموضوع ده ربنا إن شاء الله يخلي له أولادي ويصلح حاله ويبارك له في الدنيا وفي الآخر. اللي ساعدني ينوب أجر عند الله. ما نقص مال من صدقة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة، قال الماء. العزة هتتعدد مية ان انا اسقي منها عيالي، علشان مش لاقية مية اسقي منها العيال، ومش عارفه اسيبهم وامشي، وبنا وبن الميه يجي 2 كيلو، مش لاقيه ميه اسقي منها العيال، وجوزي كفيف وما فيش حد بيعيني. وفي الامه اناس لهم قلوب تتمثل برحمه، انظروا الى هذه الاسره بعين الرحمه، لانه من لا يرحم لا يرحم. استروا عورتها فمن ستر مسلما ستره الله، اكبروا خاطرها فما رأينا عبادة تقرب إلى الله أكثر من جبر الخاطر
والله لما سألتها وقلت لها حاجتك، قالت حتة عداد. اعملوا الصدقة ما تستخسروش في نفسكم، اعملوا الصدقة وانقذوا نفسكم من الغل والحقد والغيرة والحسد. لما يوصلك كلام من قريب ولا غريب، مستكتر عليكي حالك، مستكتر عليك عيالك، أي مكان، قوم تصدق لوجه الله، ربنا بينقذنا. مطلوب ايه النهارده؟ سبب تغيير الحياة القسوة دي كلها العطاء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. كل ما تميل عليك قوي، كل ما الزمن يجي عليك شوية، اتصدق عشان ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك ويجعل بعد العسر تيسيرا بإذن الله رب العالمين. طلبات حضرتك النهاردة، النهاردة محتاجين 40 بير في مطروح، محتاجين 40 بير كمان في المنيا، محتاجين 150 سقف في بني سويف، محتاجين 150 وصلة مية في الفيوم. احنا جبنا من هنا لهنا 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 عشان نقدم لكم الخير، عشان تمدوا ايديكم معانا في الخير ان شاء الله. نورتيني وشرفتيني مولانا شيخ ابراهيم، ربنا يخلي حضرتك ودايما في الخير ان شاء الله. شكرا. اوعى تروحوا في اي حته، حلقتي لسه ما خلصتش، ابقوا معانا.